سأعطيكم أولا نبذة عامة، حدث من أرى الفضيحة بالفيديو، حيث رصدت كاميرات المراقبة داخل أحد المتاجر فضيحة جديدة للاعبي منتخب عربي أثناء سرقتهم لأحذية رياضية تبلغ قيمتها 3000 دولار. وكشفت قناة 7 نيوز الأسترالية عن ضبط لاعبين يسرقون أحذية رياضية تبلغ قيمتها 3000 دولار، وذلك خلال مشاركتين في بطولة العالم لكرة القدم المصغرة المقامة في أستراليا. وأظهر التقرير الذي بثته القناة أول أمس الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 ستة لاعبين يرتدون سترات تحمل اسم بلدهم وشعار منتخبها لكرة القدم المصغرة ويقومون بسرقة الأحذية. وبرز خلال التقرير محاولة مذيع القناة الحصول على رد من مسؤول بالمنتخب، ولكنه رفض الخوض في الأمر مكتفيا بالقول لا أعلم بالحادثة، في وقت قال صاحب المتجر أنه تحدث مع المعنيين بعد الانتباه للحادثة لكنهم أنكروا قبل أن يقوموا بإرجاع ثمانية أحذية بعد تدخل الشرطة. وقال أليكس درافوكوفيتش مساعد مدير محل بيع التجهيزات الرياضية أن لاعبي المنتخب العربي سرقوا 9 أحذية تصل قيمتها المالية لحوالي 1300 دولار. وأضاف درافوكوفيتش أنه أدرك ما حدث بعد مغادرة هؤلاء الأشخاص للمحل حسب الصحيفة الأسترالية. وتابع المتحدث أنه عندما واجه موظفو المحل لاعبي المنتخب العربي بالأمر أنكر هؤلاء الأشخاص سرقة الأحذية الرياضية، وأكدوا أنهم كانوا يجربونها فقط، وأضاف أن نصف هؤلاء الأشخاص كانوا يرتدون تلك الأحذية، وأشار إلى أن المعنيين بالأمر أرجعوا 8 أزواج من الأحذية الرياضية. فيما لم توجه الشرطة الأسترالية أي اتهامات للاعبي المنتخب العربي لكرة القدم المصغرة، واعتبرت الشرطة أن ما حصل كان نتيجة سوء تفاهم. من جهتها تناقلت الصحف العربية الخبر، وحرصت الشروق على نشر فيديو للاعبي المنتخب يدافعون فيه عن أنفسهم أمام ما أثير حول حادثة السرقة، ونفى اللاعبون قيام أحدهم بهذا الأمر معتبرين أن الفيديو لا يوضح شيئا، رافضين مزاعم القناة الأسترالية. وقال أحد اللاعبين: لم يظهر أحد مننا وهو يخفي حذاء في حقيبة أو داخل الملابس، مضيفا: إذا كان الأمر كذلك فمعنى الكلام أن أي شخص بإمكانه أن يسرق ويخرج من المتجر كيفما يشاء. ونشر لاعب من المنتخب فيديو له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ونفى في الفيديو الذي تصل مدته لدقيقتين خبر سرقة الأحذية الرياضية، وقال: الكلام الذي قيل ليس صحيحا، فالذي وقع هو أننا دخلنا للمحل، قال لنا رئيس البعثة أن كل واحد مننا لديه مبلغ معين من أجل شراء شيء ما، وأضاف: لم يسرق مننا أي شيء، كنا ننتظر رئيس البعثة من أجل أن يسدد ثمن ما كنا نجربه من أحذية. ولقى فيديو القناة رواجا بين الجماهير العربية التي تناولت الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي بقالب من السخرية. وإليكم الآن الفيديو، وبعده طرائف أخرى ستدهشكم. National soccer team are tonight accused of stealing more than $1,000 worth of running shoes from a Perth sports store. Police say they're not laying charges, claiming there was a misunderstanding, but the shop manager says there's no doubt what was unfolding. This is inside the Gym Kids sports store at Watertown yesterday. The manager says the men you can see in this security video are stealing. Stuffing did have customized jackets, and it was emblazoned with their national logo. 9 pairs of shoes worth around $1,300. Alex says by the time the players had already walked out of his shop, we caught up to the group brand new. When Alex and his staff members confronted the group, he says they told him they hadn't stolen the shoes, they were just trying them out. Over the next 2 hours, while waiting for police, he says they slowly began handing back the shoes, all but one pair. Police say the incident is a misunderstanding and no... I see them charged, because yesterday I saw no remorse.